ويسرنا أن تكون معنا في استديو مركز الأخبار دكتورة شرف المزعل، أستاذة التاريخ الحديث في جامعة البحرين. أرحب بك دكتورة. طبعا كما لاحظنا من خلال التقرير بأن أبناء مملكة البحرين وأبناء سلطنة عمان يتبادلون المشاعر ويتبادلون كل يعني مشاعر الحب التي نجبلوا عليها من خلال الأجداد والآباء أيضا، وأن العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان علاقات أخوية متجدرة. يعني نتكلم عن تاريخ هذه العلاقات. طبعا إلى هذه الحب سيرة. أولا أنا أحب أستغل هذه الفرصة لتقديم التهاني إلى الشعب العماني وعلى رأسهم السلطة في عمان المتمثلة في السلطان هيثم بن طارق البوسعيدي ولكافة الشعب العماني الشقيق والعزيز والمتماثل. وهذا الحب له جذور. نعم. فللحديث حول تاريخ العلاقات البحرينية العمانية لا نستطيع إلا أن نتحدث عن الجغرافية التي ألزمتنا، فالأمر ليس اختياريا. فبين البحرين وعمان حدود طبيعية تاريخية. طبعا أنا أتحدث عن التاريخ حيث كانت الجغرافيا البحرينية تختلف، تمتد من عمان حتى كاظمة، فهذه الحدود فرضت علينا نوع من العلاقة. أضف إلى ذلك منذ التاريخ القديم فما جان في عمان ودلم في البحرين مثلتا الأقدم الحضارات في حوض الخليج العربي. نعم. كعرب على حوض الخليج. طبعا نهاية الحوض هنالك حضارة العراق وهنالك جارة اللي هو الحضارة الأخمينية على أرض فارس. أمور عديدة مشتركة بين عمان والبحرين، من بينها المصير المشترك. نعم. هنالك المستهدف أو الأعداء التقليديين الإقليميين وكذلك هناك الخارجيين. هناك العادات أيضا والتقاليد التي تجمع بين يعني هذين الشعبين، علاقات ممتدة، علاقات هناك عادات وتقاليد مشتركة. عادات وتقاليد من بينها أبسط الأمور مثلا الحلوى العمانية والبحرينية، ومن بينها أعمق الأمور له شكل الفرد البحريني والعماني متشابهين. نعم. وهذا بحكم كافة الشعوب العربية التي تتعرف على الشعوب البحرينية والعمانية دائما يعني انطباعهم أن هذين الشعبين متشابهين ومتقابلين في أمور كثيرة. من أجمل نقاط التاريخ بين البحرين وعمان على المستوى الشعبي. نعم. في الخمسينيات استدعي أحد مثقفي عمان وهو عبد الله بن محمد الطائي. نعم. اللي يقدم محاضرة عن الخليج العربي في البحرين، وقد سبق تقديمه للمحاضرة أنه كان كاتب في مجلة صوت البحرين، وهي من أهم المجلات التي لا نزال نستقي منها ملامح الشخصية البحرينية. هذا الإنسان لما جاء إلى البحرين لم يغادرها بل بقى فيها، وأصبح أستاذ اللغة العربية في الهداية الخليفية، ثم طبعا استمر في كتابة الأدب والمقالات في صوت البحرين، فأصبح رئيس تحرير هنا البحرين، وقد شجع الكثير من المواهب، بل كان له مقالات تاريخية وأدبية في إذاعة البحرين. نعم. إذا دكتورة كيف تنعكس هذه العلاقات بين القيادتين الحكيمتين وبين الشعوب على الأجيال القادمة؟ كيف تنعكس هذه العلاقات بين القيادتين الحكيمتين؟ كل لاحظ الزيارات المتبادلة. نعم. بين البحرين منذ تولي جلالة الملك سدة الحكم ووصول سلطان عمان إلى البحرين، وهذا مصدر فخر واعتزاز إلى كافة البحرينيين. وطبعا الزيارات المتبادلة لا يعني فقط زيارات، هنالك معاهدات واتفاقيات، هنالك تعزيز. نعم. إلى أواصر العلاقات الإلزامية عبر التاريخ وعبر المستقبل. شاهدنا من خلال برنامج الأخبار الحديث الطلبة العمانيين في البحرين. نعم. كيف أنهم يجدون البحرين وطن آخر، وهذا ولا يشعرون بالغربة. جميل جدا، وهذه مقايسة مرجعية داخلية على مستوى العلاقة بين الشعب البحريني والشعب العماني. نعم. إذن دكتورة شرف المزعل، أستاذة التاريخ الحديث في جامعة البحرين، شكرا جزيلا.